ايه، ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. يا رب كلكم تبقوا في احسن وافضل حال. النهارده هنجهز حاجات حلوه قوي تنفعنا تكفينا لمده اسبوع او 15 يوم او شهر، طبعا زي ما كل حد فينا ظروفه الماديه تسمح ان هو يجهز بسرعه كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه معانا، انا جبت صدر فرخه قطعته استريبس شرايح صغيره. هنبتدي الاول في تتبيل، ومعايا بانيه طبعا غسلته ونقعته في جنزبيل وملح وليمون وشطفت، ومعايا لحمه مفرومه، كيلو من اللحمه المفرومه اخدت نصه هعمل حواوشي، والنص التاني شلته ابقى اعصجه اعمل بيه اي اكل. نيجي للستريبس بتاعنا، برضو انا قطعته وغسلته ونقعته في ملح وجنزبيل وليمون وشطفت كويس. التتبيله بتاعته شطه اذا انتم حابين، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كمون وفلفل اسمر، ملح حسب الرغبه، مايونيز، نص فنجان لبن على حسب طبعا الكميه، والملح حسب الرغبه. امسك الكلام ده كله ادعكه كويس قوي قوي، انتوا بتحبوا سبايسي قوي كتروا. بصوا انا بوريكم انا مقطعه شرايح كده. انا جبت سركه صدر الفرخه من عند الراجل كامل واشتغلت فيه اهو، سهل جدا يعني. الصدر ممكن يكفيني على مرتين، دي وجبه حلوه جدا وموفره قوي. خلصنا كده اول حاجه في التجهيزات اللي حضراتكم شفتوها في اول الفيديو. معايا طبعا بصلتين كبار هفرمهم كويس مع قرن فلفل سبايسي اذا انتم حابين الفلفل يبقى سبايسي، مش حابينه حطوا بارد. مع برضو فنجان من اللبن، دبس الرمان، دي الصلصه كنا عملناها مع بعض هتلاقوها موجوده عند حضراتكم على القناه حلوه جدا. هحط معلقتين كبار مع بابريكا مع بصل بودره وتوم بودره وقرفه وجنزبيل فلفل اسود كمون ملح طبعا حسب الرغبه، والتوابل اللي مش بتحبوها في الحاجات دي ما تحطوهاش يعني مش اجباري. هقلب الكلام ده كله كويس وانزل بيه على البانيه بتاعي. طبعا امسكي بقى، انا لبست كلافز لان انا وانا بتبل الاستريبس كان حامي فكل ايدي بايظه جدا من ساعه الليمون المخلل، فطبعا هنا لبست الكلافز. همسك الكلام ده كله اعجن، يبصوا يعني اعجن كويس قوي وحركين. خلاص كده نيجي لتالت حاجه معانا، برضو معانا بصل. انتوا عارفين الحواوشي بيحب البصل كتير، احنا عملناه مع بعضينا كتير، بس انا حبيت الفيديو يبقى فيه تجهيزات كتيره نستفاد كلنا منها علشان طبعا المدارس وغير المدارس. حلو قوي يعني، عايزه اقول لك ان كذا اكله تبقى عندك في الثلاجه سريعه، ده حلو قوي بيريح ست البيت قوي. طبعا فلفل سبايسي لو انتوا حابين، انا بحب في الحواوشي بتاعي احط الخضره بانواعها، بقدونس، الشبت، كزبره، على حسب طبعا كميه اللحمه معاكي، وفلفل سبايسي. مش بتحبي الفلفل سبايسي استغني عنه وحطي اي فلفل بارد، بس نصيحه مني ليكي اوعي تحطي فلفل الوان لان بيعمل ميه وبيخلي رغيف الحواوشي معاكي طري. طبعا الهاند بلندر ده انقذني النهارده، كان منقذي، كنت شغاله بيه في المطبخ على طول. طبعا بالمره قلت بدل ما اعجن بايدي وايدي خلاص كنت انا هنكت خلاص، قلت اعجن اللحمه كمان. لحمه الحواوشي لازم تتعجن كويس قوي، دي اهم خطوه في نجاح الحواوشي معاكي، اعجني كويس جدا. طبعا هعجنه كويس، هاتي طبعا الكميه اللي تحبيها يعني، حابه تجيبي كيلو اتنين تلاته بجد. الخط الـ الاكل وهو في الفريزر جاهز، عايزه اقولك انت نفسيا هتبقي مرتاحه كتير. عايزه اقول لكم انا نزلت تقريبا صرفت 400 جنيه في السوق. عايزه اقول لكم الفيديو ده كان معمول قبل الدراسه بيوم، بس هو لسه نازل لكم دلوقتي. لسه عندي الاكل في الفريزر تاني، يعني موفر جدا جدا. وما يمنعش في وسط التجهيزات دي ان انا في يوم بقضيه كده يعني، جبنه وبطاطس محمره وخيار وطماطم، حاجه كده ايه يعني، يوم فري في وسط الاسبوع. انما مش كل يوم هاكل لحمه ومش كل يوم هاكل فراخ. بجد حلوه قوي التجهيزات دي، موفره جدا جدا جدا. يعني لو بتاخدي مصروف في البيت مثلا 1800 جنيه او 1500، عايزه اقول لك هتحوشي منهم. انا شخصيا بحوش منهم يعني، انا اخدت 400 جنيه، انا جوزي بيديني 400 جنيه في الاسبوع، نزلت جبت بقى بانيه، هاتي الكميه اللي تحبيها، جبت لحمه مفرومه. هو للامانه انا بجيب اللحمه المفرومه سليمه وبفرمها في البيت وبقسمها. طبعا خلصنا الحواوشي. الاطباق دي عايزه اقول لكم انا رحت عند في راجل اللي بيبيع الحاجات اللي بتغلي في حاجات الافراح وكده، الاطباق والمنديل الكلام ده، الدست فيها 12 طبق ب 7 جنيه ونص، جبت 12 طبق ب 7 جنيه ونص، ودي اكياس عنده الربع كيلو او ربع كيلو جبته ب 10 جنيه. ربع كيلو عايزه اقول لكم كتير جدا، يمكن هيقعد عندك سنه. وبقصه طبعا على حسب الحجم اللي انا عايزاه وببتدي اعمل كده. حد يقول لي يا نرمين الحواوشي مش يبوظ او البصل يصنن فيه؟ ابسولوتلي
جربي وحضرتك هتحكمي بنفسك. هتاخدي كميه اللحمه اللي تحبيها في العيش بتاعك، وبين كل رغيف ورغيف بحط ورقه بلاستيك علشان ما يلزقش على بعضه، ولما اجي اطلعه يبقى سهل معايا. بين كل رغيف ورغيف بحط ورقه بلاستيك، مهمه قوي، لو ما عملتيش كده هيلزق كله على بعضه ويبقى معاكي زي البسيسه. واهم حاجه خلصي ودخلي الفريزر على طول. يعني انا الحاجه اللي بشتغل فيها وانا واقفه كده بخلص وبدخلها الفريزر على طول. الحاجات الجاهزه دي حلوه قوي، انا شخصيا بالنسبه لي يعني عايزه اقول لكم حرفيا بتنقذني. لو جايه متاخره من بره ومش قادره اعمل اكل، ببتدي اطلع مثلا انا في كل طبق حواوشي بحط فيه 5 ارغفه. يعني احنا 4 كل بالليل بنبقى الوقت متاخر فمش هناكل كتير يعني، والرغيف التاني زياده ربما وعسى حد حب ياخد حاجه. اللي حضراتكم شفتوه اللي انا بطحنه في الفيديو دوت بالهاند بلندر اللي لونه اصفر ده بتتباع عند العطار، انا جايبه نص كيلو ب 10 جنيه يعني، ولا هنحط فيجيتار ولا اي حاجه خالص. هنيجي بقى لتتبيله الستريبس، اسفه انا ما كنتش بطحنه في اول فيديو، انا هطحنه دلوقتي. ده دقيق وحطيت عليه التوابل اللي حضراتكم شفتوها، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسود وكمون وجنزبيل وقرفه، اساسي معايا في اي حاجه. البتاع ده بيتباع عند العطار، انا جبت نص كيلو ب 10 جنيه، باخده كله افرمه واجيب نص كيلو من الدقيق وابتدي اتبله. بقى بتبله بايه؟ بالبودرة التوم وبودرة البصل والملح والبابريكا والقرفة والجنزبيل والفلفل الاسمر والكمون، وقلب كله على بعضه وابتدي انزل عليه البتاع اللي انا فرمته ده بتاع البانيه، بجد حلو قوي وموفر جدا جدا. هنجيب طبق طبعا نحط فيه حبة دقيق ونحط عليه ندعة زعفران، لو حابة تحطي بيضة كادو من عندك لولادك حطيها، مش حباها بلاشها، بس يعني زي ما بقولك كادو منك لي منك لولادك، يعني حاجة تفيدهم قوي. نيجي بقى للستريبس، هنحطه في قلب الخليط اللي احنا عملناه ده، ونحطه هنا على الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها اللي مش مكلفة خالص، تقدري تحتفظي بيها وتشيليها تفضل معاكي جاهزة تعملي بيها اي حاجة، تعملي بيها دبابيس، تعملي بيها كنتاكي، تعملي بيها ستريبس، تعملي بيها بانيه، بتنفع لأي حاجة، تعملي بيها كوردون بلو، اي حاجة. هعمل اهو كده، احط في الخلطة دي وارمي كده. وانتي بقى بتتبليه اوعي تدكيه بايدك، الستريبس عكس البانيه خالص، اوعي تدكيه بايدك، هتبتدي بصي يعني ايه تمرمطيها كده في الخليط ده يعني يعني ايه من غير ما تكبسيها، يعني خليكي حذره، بصي مرمطي فيها بالراحه خالص كده اهو. وطبعا نفسي جبت طبق وحطيت عليه حبه تتبيله من اللي انا بعملها دي، بحب احطها في ارضيه الطبق، وهبتدي ارصه برده بين كل رق وراق ورقه بلاستيك، بين كل رق وراق ورقه بلاستيك. كتف الفرخه عمل لي طبقين حلو جدا، هعمل جنبهم بقى في العشاء او في الغدا شويه سلطه، هو انا المعتاد عندي بعمل جنبهم شويه رز ريزو سهل جدا برده، هتلاقوه موجود عند حضراتكم على القناه، وكل واحد بياخد طبق رز وعليه قطعتين، حلو جدا جدا وبالف هنا وشفا اذا انتم جربتوه وعجبكم، بجد حلوه قوي، موفره جدا جدا جدا، يعني عايزه اقول لك تحفه. هعمل برضو معاكم فيديو تاني تجهيزات لحمه، نعمل منها برجر، نعمل منها كفته، حواوشي، ايه تاني يعني. بصوا انا هقول لكم ازاي تقدري تدبري من مصروف بيتك وتاكلي كل يوم لحمه وكمان تحوشي، يعني عايزه اقول لك لو انت بتاخدي 2000 جنيه في الشهر واو هتحوشي منهم، ومش بكميه الاكل، انا ممكن اكل كل يوم لحمه وفراخ بس حاجات قليله، يعني مش لازم اجي في طاقه اللحمه اخد حتتين ثلاثه، لا انا ممكن اخد حته صغنونه قد كده، يعني الجسم مش محتاج غير حته صغنونه قد كده. وطبعا في الاول في الاخر كل واحد طبعا حسب ظروفه الماديه، وفي نفس الوقت انا ممكن بظروفي الماديه القليله، انا هتكلم عن نفسي انا كشخصيه، اعمل كل اكل بس بكميات، وهاكل ولادي من كل حاجة بكميات، حتى لو الحاجة دي غالية جدا انا ممكن اجيب منها ربع كيلو واقسمه، ويا سلام تحفة، ولادي اكلوا اللي نفسهم فيه، في نفس الوقت انا مش حارمة نفسي من حاجة، مش هقول لا مصروف البيت قليل مش هيكفي يجيب حاجة، لا انت امشي بنظام اللي يخليني اروح مثلا وانا ماشية في الشارع اروح عند الراجل السوبر ماركت اجيب كيكاية بخمسة جنيه، ازازة مش عارفة ايه بخمسة جنيه، صرفت لي 20 جنيه وانا واقفة عند بتاع الحلويات، طب ما انت بالعشرين جنيه تقدر تجيبي ربع كيلو بانيه وتقطعيه، او تجيبي صدر فرخة وتعملي ستريبس، انت هتاكلي
ولادك هياكلوا، هتبقي ماليه الفريزر بتاعك. هي بس بتبقى محتاجه شويه ايه، انا عارفه ان احنا كلنا شاطرين جدا جدا، بس ساعات بنبقى تايهه مننا، فبنبقى محتاجين حد ينبهنا. انا شخصيا يعني ربنا يخلي لي جوزي طبعا يا رب، دايما دايما يقول لي ايه الصح وايه الغلط، يعني ارمين اعملي كذا، فبقتنع بيه. طبعا هنيجي نتبل البانيه بتاعنا. انا ضربت البيض زي ما حضراتكم شايفين، وباخد شويه من بصل اللي كنت متبله في البانيه، تبقى حلوه قوي الخطوه دي. هنا هشيل كام قطعه بانيه عشان مايفل طبعا بتعمل دايت، مش بنعمل دايت بصراحه، هو ده نظام حياتها خلاص، هي اخدت على كده الاكل الهيلسي والاكل الصحي. يعني هي حتى بتقول لي يا مامي انا خلاص اخدت على كده، ما بتحبش الحاجات المقليه في الزيت، فطبعا شلت لها كام قطعه. وبحب اتبل البانيه كله مره واحده في البيض واصفيه في مصفه، بيبقى حلو قوي. برضو هلبس كلافز، لان خطوه لبس الكلافز وانت بتتبلي حاجه حلوه جدا، ما بتخليش ايدك تتلحس. يعني لو هتلاحظوا حضراتكم وانا بعمل الاستريبس كانت ايدي بايظه جدا، لما هنا لبست الكلافز لا ايدي بقى بيفضل نظيف لاخر حاجه، وكمان ايدي مش بتتلحوس. بصوا بقى البانيه لما تيجي تعمليه، بصي بتكبسي بظهر ايدك، يعني لو حضراتكم واخدين بالكم بظهر ايدك تكبسي كويس قوي. برضو هجيب طبق واحط فيه واحده بلاستيكه من اللي انا قصاهم دول، وابتدي ارص فيه البانيه بتاعي وهلم جرى بقى. بصي لحد بس بين كل رق وراق تحطي ورقه بلاستيك، بين كل رق وراق ورقه بلاستيك. مهمه قوي 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 الخطوه دي، اوعوا تتغاضوا عنها، الدنيا هتلزق معاكم والبصوا الاكل هيبوظ معاكم. في حاجات كده لازم نتبعها علشان ناخد جوده اكل عاليه جدا وحلوه قوي، وتفضل معاكي في تلاجتك من غير ما تبوظ ومن غير اي حاجه. واهو برضو البانيه نفس النظام انا بعمله، ينفع اطلع منه من الفريزر كل طبق بحط فيه. طبعا كل ست بيت فينا عارفه طبعا انتوا بتاكلهم ايه، كل طبق بقى احط فيه على حسب 4 قطع 5 6 7 براحتك خالص، دي طبعا في ايدك انت. طبعا هطلع طبق البانيه فوق واعمل شويه مكرونه، عارفين الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض دي، انت ممكن تسلقي شويه مكرونه وعليها معلقتين صلصه، وعملتي مكرونه في منت الا منت، وطبق بانيه وتحمري. عايزه اقول لك عشاء سريع سريع، صاحيه الصبح طبعا ومثلا مش عارفه تعملي فطار ايه لولادك وهم رايحين المدرسه، تقدري طبعا تطلعي بس يفك 5 دقايق كده، وتطلعي شريحه بانيه وتقليها وتعملي سندوتشات، بجد رائع تحفه موفر. انا شخصيا كنرمين شايفه ان الفكره دي رائعه بجد، نفسي تجربوها وقولولي جربتوها وكان رايكم. دي اللحمه المفرومه اللي انا قلت لكم شلتها في الفريزر، فرمت كيلو لحمه، اخدت نصه للحواوشي ونص التاني شلته، اعمل بيه صينيه مكرونه، اعمل بيه لفه جلاش، هعمل بيه اي حاجه اكيد. وزي ما بقول لكم انا لسه الفيديو ده كنت عاملاه قبل الدراسه بيوم، ولسه عندي منه في الفريزر. يعني ما زي ما بقول لكم ما يمنعش ان انا في وسط الاسبوع بقضيه كده يوم كده ايه، جبنه وبطاطس محمره خيار طماطم بنبقى زهقنا. هنا بقى انا ما رضيتش انزل لكم الفيديو الا ما اعمل منه ساندوتش لبنتي الصبح وهي رايحه المدرسه، حبيبه قلبي جوجو قلب مامي من جوه يا ناس. طبعا حطيت ندعه زيت في الطاسه وحمرته زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي اقطعه نصين كده اهو، ولا جراله اي حاجه. بصوا شكله طعمه وريحته خطيره بجد جنان. طبق طبعا قطعت لها فيه تفاحيه، كان عندنا بلح خدت لها كام بلحايه بقطعهم وبشلها النق منه، لان جونيره مش بتعرف تشيل النق. دي كلفظات برضو بلاستيك بتتباع برضو في المحل اللي بنجيب منه الاطباق، رخيصه جدا جدا. هطبق واحد كده واحطه لها بحيث لما تيجي تاكل الحواوشي تلبسه ما تلحوش ايديها. وادي اللانش بوكس ما كلفناش اي حاجه خالص. اللي احنا عملناها عملنا بانيه ينفع مشوي، عملنا ستريبس، عملنا حواوشي، فرمنا لحمه مفرومه، عملنا بانيه، الاكل ده كله وجبات سريعه. يعني الحواوشي بمجرد ما انت تطلعيه بس من الفريزر يفك بس 5 دقايق كده، ممكن على طاسه من على البوتاجاز من فوق او في فرن البوتاجاز وتسويه، حلو قوي. يعني جايه مثلا متاخره بولادك من الشارع، جايه من شغلك، الستريبس نفس النظام والبانيه نفس النظام، يا دوبك بس 5 دقايق كده يفك، وبتبتدي تقلي او تشوي زي ما انت حابه. الحواوشي برده ما تقلقيش منه خالص، ينفع تحتفظي بيه في الفريزر اسبوع 15 يوم ان شاء الله يا رب شهر. المهم اول ما تطلعيه تاخدي اللي انت تاخديه وتدخلي التاني بسرعه عشان ما يعرقش ويحن على بعضه ويعجن ويبوظ. يعني طلعي اللي انت هتاخديه، يستحسن في كل طبق تحطي الكميه اللي انت عايزاها. الاطباق دي كلها الدسته فيها 12 طبق ب7.5 جنيه، يعني جيبي بقى اطباق وحطي في كل طبق طبعا على عددكم، شوفي انتوا كام فرد في الاسره،
بحيث تطلعي الطبق ما تدخلهوش تاني، هو ده خلاص كده اكلك النهارده. ينفع كمان نعمل منه سندوتشات لاولادنا الصبح، يعني الاستريبس لو خدتي قطعه او قطعتين، انا عامله طبقين استريبس بكتف فرخه، لو خدتي حتتين استريبس وقليتيهم الصبح في شويه زيت على ما ابنك او بنتك يلبسوا، ورغيفين فينو وقطعتيه وحطيتيه مع طماطمايه مع خيارايه ان شاء الله يا رب كده لوحده، حلو جدا. احسن طبعا ما نجيب جبن ولانشوهات، مين فينا ما بينزلش الصبح يصرف له 50 60 70 جنيه هجيب لانشون هجيب فينو، لا ده بيحب الجبنه نستو، لا مش عارفه بايه، لا طب وانا ليه؟ انت هاتي صدرين فرخه واعملي ستريبس حلو جدا، هاتي كيلو بانيه حلو وموفر قوي، ينفع تقلي واحده برده الصبح وتقطعيها كده وتحطيها في العيش بلدي او فينو زي ما يحبوا. الحواوشي نفس النظام، انا شخصيا بعمل كده، بطلع رغيف الحواوشي يا دوبك دقيقتين على ما بنوتي بتلبس وتجهز نفسها بكون قليته على البوتاجاز من فوق، ماخدش وقت خالص، وبقطعه اربع ارباع واحطه في اللانش بوكس مع اي بقى فاكهه عندي، بلح عنب جوافه اي فاكهه موجوده احطها لها في اللانش بوكس بيبقى تحفه. المهم بس لما تقلوه لفوه في بلاستيك راب، احط لفوه في ورقه بلاستيك او ورقه زبده او ورقه الومنيوم علشان ما يبهدلهاش بقيه الحاجه في اللانش بوكس. يا رب تكونوا قدرتوا استفادوا مني في فيديو النهارده ولو بمعلومه صغنونه قد كده. لو فيديو النهارده عجبكم واستفدتوا مني ما تنسي مستفدتوا مني من الفيديو، انا مهيبره خلاص تعبت عايزه اقول لكم اقف على رجلي من الصبح. ما تنسوش طبعا تعملوا لي لايك، واهم من اللايك اكتبوا لي تعليق قولوا لي يعني الفيديو بالنسبه لكم كان حلو ولا وحش. دي طبعا تجهيزات زي ما قلت لكم تنفع وجبات سريعه في الشارع، تنفع لاولادنا لو هم رايحين المدرسه، حلوه جدا. يا رب فيديو النهارده يكون رضاكم وعجبكم، اشوفكم باكله جديده من بيت العيله وأكلات.